تجنب الإمساك في رمضان يجب أن يحتوي غذائك على كمية كافية وعالية من الألياف الغذائية، والتي بدورها تقوم بامتصاص المياه وتحسن عمليات الهضم. ومن أهم مصادر هذه الألياف هي الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. اجعل حيز من غذائك لفيتامين بي والزبادي التي تحتوي على البكتيريا النافعة والتي تقوم بتحسين وظائف الأمعاء. قلل من استهلاك الكافيين والشاي والقهوة خصوصا في فترة السحور، واشرب كمية كافية من المياه، ولا تنسى أن تمارس الرياضة وأن تبتعد عن الكسل. ودمتم صحة وسلامة.